ولفاطميين نوح أطيه لمحرم راحت أبو سلوى عجين ونواعيا وتقول قد صبت علي مصائب من هولها بدالك خيلهم خيلهم تسحق علي وعلى الذبيح بكربلاء أتزفري وتفجعي وتلوعي وبكائيا ولقبره جاءت تكيف دمعها ولداه أورثني المصاب مآسيا ونيت يا يما حاضرة بالطاف لو انيت او شفت معون 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 من ركضت علي وشفت معون من ركضيت علي ونسيتك أسر الظلامين جور الأعداء وعليك يا تشح السواغ دو صباحي فأجابها أطرح تجيني حسرة وعليك أمسى للقيامة داميا وحدها Ha!
سالفة شانت علي أمه لو أبصرت حيرة زينب لنسيت سهما قد أصاب فؤادي فتفجعي حزنا علي ماذا على من شمت تربة فاطم ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت عليها محنة لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي مست حبيبة أحمد برزية لو مست الأفراح صرنا مآسيا ماذا على من شمت تربة فاطم ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت عليها محنة لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي مست حبيبة أحمد برزية لو مست الأفراح صرنا مآسيا كسرت بكسر ضلوعها وتألمت ولرزقها جبريل وأصبح ناعيا ظلمت وأسقطت البتول جنينها ولها الإمام علي صار مواسيا أيتام فاطمة امتشت تشملهم بقلوبهم جمر المصيبة باقيا أماه صاح المجتبى بحنينه لا تتركينا في العزاء مناديا أماه زينبك العقيلة قد بكت وكذا الحسين على فراقك باكيا حل مشتاقي وجيت المقبرة يما قلبي فرقتيك شي صبره البيت من دونك خنقني بمنظره يما بعديك جنة لو متغيره
يما خبريك وحشة صارت داريك يم هلا وميت هلا شخباريك زحمة كف رجلة وقطع خطاريك رجعي لا تقنعيني موت عذاريك ما وفيت وعايش أنا بدونيك كون ميت واندفين بعيونيك يما يم قلب الحنين شلونيك عمت عيني شقدها دليت عمت عيني شقد هدلت متونيك آي 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 الزهراء تتكلم مع خدامها الزهراء تتكلم مع أحبابها مع الزوار مع القاصدين إلى كربلاء المقدسة مع عشاق أبي الفضل العباسي سلام الله عليه على لسان الشاعر أمير فاضل السبتي والله يحفظ كل شعراءنا يقول يا خدم كفيت فضلكم راجحا يا خدم كفيت فضلكم راجحا الزهرة أمكم وانتو أهلي الفاتحة بويا الزهرة أمكم وانتو أهلي الفاتحة أوقف بباب العزا ودمعي هلي برايا اتلقى لي يجي واسي الي منسمع الباقي بحياتك يا علي منسمع الباقي بحياتك يا علي الزهرة اتخيلها ميتة البارحة الزهرة اتخيلها ميتة البارحة يا خدم وحشة مجالسكم ضمام من يبارد خاطر الحامل حمام وين ما أسمع بمجلس فاطمة وين ما أسمع بمجلس فاطمة روحي تلقوها قبلكم رايحة هاي وقفتكم كبيرة يا خدم شايلين بعينكم دمعة وألم انتو ما شفتوا ضلعها من انهشم شلون لو شفتوها لمكم طايحة شلون 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 لو شفتوا قلمكم طايحا ساعد الله قلب الإمام الحسن عندما رأى الزهراء سلام الله عليها تعصر بين الحائط والمسمار وهي تناجي الله وتتوجه لقلبي والدها حبيبها محمد وتقول أبا يا محمد أدركني فقد كسر ضلعي شلون شلون لو شفتوا غلمكم طايحة قبالي ذبلة فاطمة مثل الغصين
ولتموتم بيته شتال الحزين ماتت وما قدرتيت غمض الجفين وعينها الحمراء عليكم شاب حايم بدمعة راحت فاطمة المعبودها المعبودها وروح السبحاية وضيع الشاقودها هالليالي عليكم الله يعودها كلها تيخسر والمجالس رابحة أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي فارفحت روحي عليك وانشلت عظاي يا أبا عبد الله اليوم باسم زوارك يا أبا عبد الله الحسين سيدي يا أبو الفضل العباس اليوم باسم زوارك اليوم باسم الزوار اللي يبكون ينوحون الجايين يعزون قلب الحسين بفاطمة فارفحت روحي عليك وانشلت عضاي انت تعطش يا حسين وانا اشرب الماي وانا اشرب الماي وانا اشرب الماي اليوم نجد الزوار عندما يدخلون لقبر ابي الفضل العباس سلام الله عليه يعني كل زائر يدخل الحضرة العباس أبو فاضل تشوف عنده فد حالة تشوف عنده فد غصة تشوف عنده فد لوعة في قلبه تشوف عنده أشياء جدا كثيرة تتواجد وتتوارد في خاطره يبكي على الحسين ويبكي على أبي الفضل العباس ويبكي على زينب سلام الله عليها وعلى أمها فاطمة الزهراء فكيف بصاحب العصر والزمان عندما يدخل ويؤدي الزيارة لحضرة أبي الفضل العباس يرفع جفوفه قدام أبو فاضل العباس ويقول له يا كاشف الكرب عن وجه الحسين تخيل الإمام المهدي يقف بهذا المكان ويردد مع الزوار يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا بحق الحسين يا أبا الفاضل نغتسل من درن الذنوب ونحن نقف بحضرة المحبوب أبو فاضل العباس اللي ماكو واحد وقف ببابه وما عرف شنو برهان العباس أبو فاضل سلام الله عليه فاليوم نوقف بحضرة العباس أبو فاضل لكي نتصافح مع كف الوفاء اليوم نوقف بحضرة العباس أبو فاضل حتى نقول للعباس سيدي نستأذنك سيدي سيدي من رخصتك يا أبو فاضل نقدم هذا البرنامج ونقدم على شكل هدية على روح الزهراء سلام الله عليها لحضرتها نتقرب بها إلى الله عز وجل شك واحد قصد للعباس أبو فاضل
متأكد يحصل مراده. فاليوم أنتوا قصاد أبو فاضل العباس ووفاد أبو فاضل العباس، فأكيد راح تحصلون المراد إذا دقيتوا هذا الباب بدمعتكم. السلام على أبي الفضل العباسي وعلى أخته الحوراء زينب سلام الله عليها، سلام على كل مشاهدي قناة كربلاء المقدسة، وسلام على كل من يتشرف بهذه الأروقة النورانية المباركة التي تطوف من حولها ملائكة الضوء المنبثقة من غرة أبي الفضل العباس عليه السلام. ارجع ارفع كفك قدام أبو فاضل العباس ولا تتراجع، لأن هذه فيها رفعة لك ولكل الزوار. وردد معي يا أبا الفضل، اللهم صل على محمد وآل محمد. دخيلك يا أبو فاضل، اللهم صل على محمد وآل محمد. عدنا أسيل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو أم تحسين، أم تحسين من بغداد، حي الله أم تحسين، سلام عليكم ورحمة الله، حي الله زائرة العباس. رددي يا أبو فاضل وتفضلي، وإن شاء الله زيارة مقبولة ببركة مولاي أبي الفضل العباس عليه السلام. يا أبا الفضل، أزور سيد ومولاي أبي الفضل العباس، السلام عليك يا قمر بني هاشم. نعم. السلام على سيد ومولاي أبا عبد الله الفقيه. نعم. السلام على سيدي ومولاتي الحوراء زينب. السلام على حبيبتي الكبرى. السلام على رسول الله. السلام على قافلة الصحراء. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. اي والله سيدي ومولاي وابن سيدي ومولاي. السلام على سيد ومولاي أبا عبد الله الفقيه. نعم. اللهم عجل فرج قائم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحق أبي الفضل العباس، بحق أم البنين. يا أبي الفضل، يا أبي الفضل، يا أبي الفضل، يا أبي الفضل، شاف كل ما إلهي عاش كل مؤمن وأمه. إن شاء الله فرج على كل مهموم. يا اللهم يرزقنا زيادة الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. إن شاء الله الدنيا وآخرة. يا مولاي، يا سيدي، يا مولاي، يا أبي الفضل. هاي قدامك ضريح أبو فاضل العباس، اللهم صل على محمد وآل محمد. دخيلك يا أبو فاضل، هذول زوارك يباعون على هذا الضريح، يشرفون به، ينظرون إلى هذه الغرة المباركة، ولهم تتنزل، أو عليهم تتنزل ملائكة الرحمة تترى لكي تأخذ تلك الهدايا إلى رب العالمين، وتترجم على شكل شفاعة ما بين صلوات ودعوات وقراءة قرآن. نعم، عندنا زائر آخر، سلام عليكم. نعم يا زينب من محافظة واسط، تفضل الأخو زينب وردد يا أبا الفضل، وإن شاء الله زيارة مقبولة بجاه أبو فاضل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء. السلام عليك يا أخي الحوراء زينب. السلام عليك يا أبو عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبو عبد الله. عمك نسجل أسامينا؟ بخدمتك خيتي، تفضلي شنو هي الأسماء؟ زينب. نعم. زينب عبد الله للنجاح. نعم. صفاء للشفاء. صفاء للشفاء. نعم. بعد. السلام عليك يا أبو عبد الله الحسين. السلام عليك يا أخي الحوراء زينب. سلام عليك يا أبو عبد الله. السلام عليك يا أخي كاشف كرب كربلاء. يا كاشف كرب زينب، بحق زينب انظرنا واقضي لنا حاجتنا يا أبا الفضل العباس. شكرا لك يا أختي، خلونا ناخذ وجدان. سلام عليكم يا أخت وجدان، تقبل الله عملك إن شاء الله. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كربنا بحق الحسين يا أبا الفضل. يا أبا الفضل، يا أبا الفضل عباس، عظم الله أجورنا وأجوركم بالتشهاد سيدك نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عظم الله لنا ولكم. يا كاشف كرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف كربنا وهمنا بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل عباس، يا قمر بن هاشم. يا كاشف زينب، يا أبا الفضل عباس، عندنا مرضى وعندنا حوائج يا أبا الفضل عباس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا كاشف زينب، وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد المسلمين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن أم البنين باب الحوائج، السلام عليك يا كافي كبير زينب الحوراء،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك الفرج يا وجيه عند الله، اشفع لنا عند الله. نسجل اسماء نخكرر خدمتك على راسي، تفضلي شنو هي الاسماء؟ تسجل اسم معالي، معالي بالشفاء ادعيها كلش تعبانه الله يمن عليها بالعافيه، بجاه ابو فاضل العباس. بعد شنو عندك اسماء؟ المرحومه الشابه حنان، نعم، ومطيبه بالشفاء ايمان جنان، عبد الله فارس احمد وعاسر، الله شافكم مرضاكم ويرحم واتاكم يا ابو فضل عباس. الله يرحم والدي، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك اختي، الله يرحم يعني كل إنسان إلى علاقة بمحمد وآل محمد، وخصوصا بالقمر، قمر آل البيت عليهم السلام أبو الفضل عباس سلام الله عليه، ومن ضمن عشاق الحسين عليه السلام، فطوبى لمن يعشق أبو الفضل العباس، حقيقة يتحول إلى عاشق للحسين، ولكن إذا تملك أو ملك هذه البصيرة التي كان يمتلكها أبي الفضل العباس، ولو يأخذ ومضات من بصيرة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. خلونا نستمر بهاي الزيارة وإن شاء الله بخدمتكم يا زوار أبو فاضل العباس، ومن خلال قناتكم قناة كربلاء المقدسة والعتبة العباسية، وهاي الباب المقدسة اللي حقيقة من خلالها تقضى لنا الحوائج. عندنا زائر آخر. نعم يا أخت سناء، سلام عليكم ورحمة الله. يا أبا الفضل، يا أبا الفضل، يحفظك أبو فاضل، يا أبا الفضل السلام عليك، يا أبا الفضل العباس السلام عليك، يا قمر بني هاشم السلام عليك، يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك، يا ابن أم البنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا الفضل إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله بحق أمك أم البنين، بحق ابي زينب عليك، بحق السيدة الحسينة، تقضي حوائجنا وتمن على مرضانا بالشفاء العاجل، تقضي حاجة كل محتاج وشافي كل مريض. اي والله اي والله ان شاء الله مقضية كل حوائج المحتاجين يا رب العالمين بفاطمة الزهراء. بحق وجه أخيك الحسين أتمنى أن تجد اسم صالح بريتم بالشفاء. شنو الاسم؟ صالح؟ صالح بريتم بالشفاء وصبرية وأخواني وزوجة عباس، وأتمنى على أبي بالصحة والعافية وأزوه نيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الله يطول لك حاجتك إن شاء الله، بركة أبو فاضل العباس يا إن شاء الله. أبا الفضل يا أبا الفضل يا أبا الفضل، أدم علينا هذه البركة وهذه الرحمة يا ربنا بحق محمد وآل محمد. مستمرين وياكم يا زوار العباس، ما زال هذا الحب قائما في قلوبنا بعشق أبي الفضل العباس سلام الله عليه. إذن زائر آخر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا زمن، سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة مقبولة إن شاء الله بجاه أبو فاضل العباس. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وقدمهم إيمانا وقومهم بدين الله وحفظهم على الإسلام. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف كربنا بحق الحسين يا أبو الفضل. السلام عليك وعلى أخيك أبو الفضل العباس وعلى أخيك أبا عبد الله الحسين. السلام عليك وعلى أختك الحولاء زينب. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا أبا الفضل. يا أبا الفضل يا أبا الفضل، أغثنا سيدي يا نور عين الإمام الحسين. الله يقضي لك حاجتك إن شاء الله، ويديم بركات أبو فاضل، والدمعة دمعة الزوار، دمعة الزوار اللي حقيقة لها علاقة أو علاقة بدمعة زينب سلام الله عليها. عندنا زائر آخر، سلام عليكم. نعم يا أم ميثم، سلام عليكم أم ميثم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زيارتك مقبولة، قدم التعزية لأبو فاضل العباس بالزهراء سلام الله عليها، وكذلك بالقاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، لأن احنا نعتبر بثالث القاسم سلام الله عليه. يا أبا الفضل يا أبا الفضل، أبو فاضل السلام عليك يا قمر بني هاشم. نعم. عظم نعم. الله جورنا وجوركم، نعزي صاحب الأمر والزمان باستشهاد سيدتي مولاتي فاطمة الزهراء والإمام القاسم بن الإمام الكاظم. أحسنتي. الله يعظم أجوركم إن شاء الله ويحسن عزاكم بحق محمد وآل محمد. الله يثبت وتوفيق دائم. يا أبا الفضل يا السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا قمر العشيرة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحوراء زينب، السلام على فاطمة الزهراء
وأم البنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يشافي جميع المرضى. وإحنا يا ربي جاه العباس أبو فاضل إن شاء الله. يولى جاه أبو فاضل العباس. الله يقضي لك حاجتك. شكرا جزيلا يا زائرة العباس. الله يحفظكم يا زوار العباس. من عندنا بعد استاذ محمد من زوار ابو فضل؟ ام فاطمه. ام فاطمه من محافظه واسط. سلام عليكم يا ام فاطمه. ارفعي شفك قدام ابو فاضل وقول يا ابا الفضل وتفضلي بالزياره. ان شاء الله مقبوله زيارتك انت وكل الزوار. يلا بدمعتك تفضلي للعباس. اي واحنا ندري قدام العباس ابو فاضل تلوق الدمعه. اي يا ابو فاضل. اي يا ابو فاضل تسمعني يا ابو فاضل. نظرتك يا ابو فاضل. اي والله القلوب مكسوره وانت اللي تجبر خواطرنا يا ابو فاضل العباس. اي تخيلك سيدي. اه يا ابو فاضل. مدريش اقول. ايه خيلك يا ابو فاضل. حبيبي طاح من الخيل. حبيبي راح. قلب منك يا ابو فاضل. قلبي يا زين. الليله يا كافل زينب اكفلني. يا ابو فاضل اكفلك يا كافل اكفلني. اكفلني طلعتي على الحسين والبكاء على الحسين. نعم يا زوار ابو فاضل العباس والله هنيئا لكم هاي الدمعه وهذا التفاعل. الله يحفظكم ان شاء الله ولا يحرمنا من خدمه زوار ابو فاضل العباس. عندنا زائر اخر استاذ محمد زينب من واسط. تفضل يا زينب. حياكم. السلام عليكم. قول يا ابو فاضل تفضل بالزياره مفتوحه باب العباس. هلا 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 يا ابو فاضل بزوارك. عظم الله لنا لنا ولكم استشهاد. الله يعظم اجرك. الله لنا ولكم استاذ علي المصلاوي اذا يمكن ترفع لي من صوت المتصل جزاك الله خير. اي والله احنا متعبيك ويانا ومتعبين الشباب ويانا. تفضلي خيتي تفضلي بالزياره. الك الزياره. السلام عليك سيدي ومولاي يا ابا فضل العباس. نعم. السلام على الاخ الناصر لاخيه الحسين عليه السلام. السلام على الغيره الهاشميه. يا وجها عند الله اشفح لنا. نعم. عند الله نسال الله ان يكتب يكتبنا من زوار ابو الفضل العباس عليه السلام. ان شاء الله يكتبنا من زوار ابو فاضل العباس. نسالكم بالدعاء والتوفيق طالبه الثالث متوسط. ان شاء الله النجاح والانجاح اليك ولذويك ولكل شبابنا وشاباتنا اولادنا كلهم ان شاء الله نتمنى لهم النجاح بما فيهم اولادنا. ادعو نيابه عن والدي واخوتي. نعم احسنتي جزاك الله خير. أحسنتي. الله يتقبل عملك إن شاء الله وأعمال كل خادمات الإمام الحسين عليه السلام. ونتمنى لكنا جميعا إن شاء الله الارتباط الموثق والارتباط الذي له حقيقة علاقة بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. عندنا زائرة أو زائر آخر منه أبو غزوان من بابل. السلام عليكم ابو غزوان. تقبل الله عملك. وعليكم السلام. قول يا ابو فاضل العباس وتفضل بالزياره. هنيئا هنيئا لك وهنيئا لكل الزوار اللي يشوفون قناه كربلاء. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. اي ابن علي. الله السلام عليك يا ابو الفضل العباس. الله 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 يا السلام عليك على قدك الحسن. نعم يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن المؤمنين. السلام على الحسن والحسين وابو الفضل العباس. يا ابو الفضل. وعلى فاطمه الزهراء وعلى ام البنين وعلى زينب سلام الله عليهم اجمعين. يا كاشف الكرب عن وجه اخيك الحسين. اكشف كربنا بحق الحسين. اكشف كربي بحق اخيك الحسين. ان شاء الله يكشف الكرب وتقضى الحاجه. يا ابو فاضل انا مريض ابو فاضل. اي انا من خدامك ابو فاضل. يلا ادخل ادخل من باب العباس سلام الله عليه. اي وهذا شباك. هذا شباك ابو فاضل العباس. وين ابو فاضل؟ يلا قل له ابو فاضل قل له رواحنا متعلقه بشباكك يا العباس ابو فاضل ومدينا هاي الايد واحنا ندريك
انت شيخ عشيرة وشريم ابن شريم وما تردنا يا مولاي. وانا ابو فاضي انا من خدامك ومن دواره. اي والله. وانا ابو فاضي وان قمر بني هاشم. يا قمر بني هاشم يا ابا الفضل عباس نظرة. ما اتلال الله وانتم. الله يوفقك. على الله وعليكم. اي والله على الله وعليكم. اني اتوجه بك الى الله. تشفع لي عند الله بجامع محمد وآل بيت محمد. ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. أن الشافين وشافي كل مريض. يا رب. يا رب بإذنك وبدعوتك يا الله. يا الله يا صاحب الفرج ما خاب والله من تمسك بكم وآمن من لجيكم سادتي وأمتي. الله يفرج همك ويقضي لك حاجتك يا زائر العباس. هنيئا لك إن شاء الله هاي الفرصة بالزيارة المباركة إن شاء الله العودة العودة بجاه محمد وآل محمد بزيارة أبو فاضل العباس، وإن شاء الله من المرحومين ولست من المحرومين أنت وكل زوارة بالفضل العباس. مستمرين وياكم يا زوار العباس. منو من بغداد عندنا؟ إيفان أو إيمان عفوا. إيمان من بغداد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. السلام عليك يا أبا الفضل. حضرة الإيمان والبركة متمثلة بأبا الفضل. قول يا أبا الفضل وتفضلي بالزيارة يا إيمان. يا أبا الفضل يا أبا الفضل. نعم. السلام عليك يا أبا الفضل. السلام عليك يا أبا الفضل. يا كافل أخت زينب يتمشى المرة. نعم. يتمني لنا أنا بشدة إن شاء الله واطلع منها سالمة وأبو فاضل وياه. أي والله اللي ويا العباس بعد أموراته كلها طيبة الحمد لله رب العالمين. يلا تفضلي. ما زلنا بهذه الفضاءات المباركة. أريد هو يا يا أبو فاضل. السلام عليك يا أبا الفضل. السلام عليك يا أبا الفضل. السلام على أخوك الحسين عليه السلام. نعم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أحسنتي أحسنتي جزاك الله خير الجزاء. أحسنتي. أريد تكتب اسم إيمان لتسهيل الولادة. كتبت اسم إيمان وبعد يا اسم وحميد المرحومة حميدة بنت سنية المغفرة والرحمة. اي نعم اكتبت هاي الاسماء. شكرا جزيلا اختي الله يتقبل عملك ان شاء الله. العودة بزيارة ابي الفضل العباس نتمنى لك ولكل زوار ابي الفضل العباس. عندنا زائر اخر منو عفوا؟ ام مصطفى من محافظة بغداد. سلام عليكم يا ام مصطفى. السلام عليكم. تفضلي ابو ان شاء الله زياره مقبوله كرار. زياره مقبوله جاه ابو فاضل. يا ابو الفضل العباس يا ابو الفضل العباس السلام عليك ايها العبد الصالح. نعم. المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والى نعم. فاطمه الزهراء والى الحسن والحسين عليهم السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام على الحوراء زينب. سلام جبل الله على زينب الحسين. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. قال كرار أنا مريض لي بالإمام وبالفضل العباس. هذا جدامك سجل اسمي واسم عائلتي أسراء. ترى وينك يمه؟ ترى العباس حنين. والله العباس حنين وهو بحني تجيباوة عليك. هاي قدامك ضريح أبو فاضل. قل لي لا يا أبو فاضل بشفك. قل لي لا شفك خليه على هاي العلة اللي موجودة بقلبي. إن شاء الله يبرد قلبك العباس. والأخوان والأخوات والجميع المؤمنين والمؤمنات. يلا هذا ضريح أبو فاضل. احكي ويا العباس احكي وياه. ماكو فاصل ماكو فاصل. اي والله. اريدك تدعي له وتصلي له ركعتي انا وانا ما انساك موسى بن جعفر ومحمد الجواد. الله يرضى عليك ان شاء الله ما انساك وما انسى كل زوار. وان شاء الله ندعي لقناه كربلاء وللسيد السستاني وللجيش وللحشيد. احسنتي جزاك الله خير. والجميع والله. من اوصانا بالدعاء والزياره قاعه قربه الى الله. اللهم والديك الله يتقبل عملك ان شاء الله يحفظك بحق الزهراء البتول. ممنونين يا ابويا ان شاء الله دائما مع الحسين. لا فرق الله بينك وبين الإمام الحسين عليه السلام وبينك وبين الزهراء وكل زوار أبو فاضل العباس. نعم عندنا زائر آخر. آية من الدجيل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت باب العباس سلام الله عليه مفتوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
يا أبا الفضل. الفضل العباس، يا أبا الفضل العباس، يا كاشف الكرب على وجه أخيك الحسين، اكشف كربنا بحق أخيك الحسين، يا أبا الفضل العباس، أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، وأحسن الله لكم العزاء. السلام عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، السلام عليك سيدي يا مولاي يا قطيع الكفين، السلام على الحسين وعلى علي من الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على فخم المخدرات زينب، السلام على عقيدة الخالديين يا مولاي، يا أبا الفضل العباس يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، أنت توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، ولك الرام أريد دعواتكم للطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر، وأريد الدقني بابا بفاضل، وأريد الدقني بابا أم البنين، أمان الدقني بابا بعباس، وتقسم عليها بشفي أنا بفاضل، لم يستان هاي الليلة عندما الفضل عباس من الدعاء والزيار، وإن شاء الله يكمع حوائجكم ويشافي مرضاكم ويوفقكم ويحفظكم كادر قناة كربلاء، وخاصة البرنامج أبي الفضل العباس بختك مولاي، هاي باب العباس زدينا نيابة عنك وعن كل الزوار، يا أبا الفضل، يا أبا الفضل العباس، أكتب عليك بخدر زينب، خدر زينب، أكتب عليك بناعة زينب، بعباية زينب يا أبو فاضل، بخيتك يا أبو فاضل، لا تخليني حائرة، واخطى بابك هاي الليلة، لا تخليني حائرة، اللي أنا ما عندي إيدي يا أبو فاضل، حائرة لا تخليني، أي والله أبو فاضل ما يخلي الحمل مطروح، ما يخلي الحمل مطروح، يقضيها يقضيها للحاجة الصعبة، الحمل مطروح ولا قرار علي جبه من جهة ومن بركته ومن عاد دخيلك يا ابو فاضل، دخيلك يا ابو فاضل، يا ابو فاضل اتكلي نسل عليك، يا ابو فاضل لا تخذيني حائرة، يا ابو فاضل برحية، يا ابو فاضل بكثرة الحسين عليك، يا ابو فاضل دخيلك بجدع يا ابو، أبو فضل يحسن مقامك يا أبو فاضل، يا أبو فاضل دخيل يا فاضل، يا فاضل يا أبو فاضل، يا فاضل يا فاضل يا أبو فاضل، برسي يا أبو فاضل، وحيرتها يوم الحسين يوم العاشر يا أبو فاضل، يا أبو فاضل أدخلينا يا أبو فاضل، دخيلك يتيمة يا فاضل، كنت جاي يتيمة الأزيرة يا أبو فاضل، يا ابو فاضل انجدعك يا ابو فاضل، يا ابو فاضل انت ما تخلي الحمل مطروح، يا ابو فاضل انت مواد العار وانت الكبير، انت تدفني يا ابو فاضل مثل مثل الزينب تدفني يا ابو فاضل، اريد كفاتك يا ابو فاضل، انا بشاردك لا تقول بدري يا ابو فاضل، دخيلك يا ابو فاضل انا بشاردك بجاه الحسين عليك بيوم العاشر حيرة الزينب بليلة الحادي عشر عليك، ان شاء الله ان شاء الله العباس يطيش ويطيش ان شاء الله تاخذين حاجتك عباس ابو فاضل ما يقصر، الله يعزك الله يتقبل عملك، جاهز جاهز ولحق الله لا يحرمكم من خدمة ابو الفضل العباس، كل هاي اللهفة تجينا عند ابو فاضل، ادعي لكم الكادر قايات برنامج يا ابو الفضل الله يرضى عليك خيتي، كل هاي اللهفة وكل هاي الدعوات وكل هذا التوسل وكل هذا البكي كله محفوظ، ماكو شيء يضيع عند محمد وآل محمد، كله محفوظ، امني انتو كل الزوار اللي يشوفون، كل عالمنا الحسيني، كل عالمنا الإنساني، كل عالمنا الذي هو مطوق بطوق أبي الفضل العباس عليه السلام، طوق الوفاء، كلكم يدري بيكم أبو فاضل العباس وما يقصر وياكم، أمنوا أي واحد توجه بقلبه ما قدر يجي لكربلاء المقدسة فالعباس قد وصل إليه وما يقصر وياكم العباس، عندنا الأسماء اللي يقلدون الدعاء والزيارة بعد بختك يا أبو فاضل العباس، والله هموم كثيرة يا أبو فاضل وانت بعد أعلم وأدرى، هذول خدام الحسين اللي يقلدون الدعاء والزيارة، وأيضا هذه القصاصات التي وردتني الآن، النجاح
لعلي رضا وكذلك آيات ومحمد وحسن وصفاء بالتوفيق ببركة مولاي أبي الفضل العباس عليه السلام. عندنا والد الأستاذ الله إن شاء الله يحفظه ويخليه علي المصلاوي مهندس الصوت في برنامج يا أبا الفضل، وكذلك كل أخوتنا وعزتنا في كادر برنامج يا أبا الفضل العباس أتمنى لهم التوفيق وقضاء الحاجة. ما ننسى خدام الحسين وكذلك دائما نتحمد بالشفاء والعافية للشيخ عبد المهدي الكربلائي حجة الإسلام والمسلمين، الله إن شاء الله يديمه، ونقول الحمد لله على سلامتك شيخنا، شفاء وعافية، وهاي باب العباس ندقها إليك إن شاء الله. هاي من باب الواجب لازم ندعي سادتنا وعزتنا مرجعنا الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله ظله والوارف، وكذلك كل خدام الحسين، كل أمناء العتبات المقدسة المباركة وخدام العتبات المقدسة، سماحة السيد الله إن شاء الله يحفظه ويخليه السيد أحمد الصافي، أيضا وكيل المرجعية العليا نتمنى له التوفيق والحفظ والسلامة، وكل من له علاقة بالدين وأهل الدين والشرعة السمحة، السيد عبد الأئمة وعبد العباس قلدون الدعاء والزيارة، والمرحوم عبد الكريم الغراوي أحمد عبود فخر الدين، الترحم على ولده علي وقضاء الحاجة إليه، والأخوي الطيب علي عبود فخر الدين، وكذلك الحفظ لذويهم وحجياتهم الحفظ والسلامة إن شاء الله. مرتضى والحاج هادي وعبير بالجبار وأم قنوت وذويها سرى سعد، أولاد السيد كاظم من أهالي القاسم رقية بنت فاطمة وحسين الشاوي، الحاج حسين الشاوي وزوجتهم علي، وكذلك علا وزهراء وشيماء ونور وزهرة وبنين وأحمد وحسين وأبو ستار وزينب بنت أسماء وفاطمة الزهراء، وكذلك شيخ علاء نتمنى له الشفاء، من السويد ذو الفقار وندى وسيف وشهد وحنين وفرح وبنين قضاء الحاجة، حيدر حامد وإسراء حامد وحامد عبد وصبيحة صاحب وإدريس حامد ويحيى حامد، وكذلك كاملة وعلي وسعد ابن لطيفة ومرتضى وكل خدام أبو فاضل العباس، وتوجهوا ياي بهذا النداء يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا يا بحق الحسين يا أبا الفضل. تسقط الشمس تعالي وامسحي عيني لكي لا تزهق النفس، تعالي في ذدي دران لكي لا يظفر الأمس، تعالي للهدى سيفا لكي لا يحكم الفأس، ظلاما أرى الدنيا دخانا أرى العليا حطاما إذا تحيا